ومترشحين ومدرسين ووصلت نسبة النجاح في صفوف الإناء. والمتعلمين ومتدرسين جهات الدار بيضا سطات والذين أبت ولاية جهات الدار بيضا سطات على إحيائه كل سنة الدراسية وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهات الدار بيضا سطات وفق ممارسة حميدة تروم ترسيخ ثقافة التفوق والتميز والاستحقاق وسط المتعلمات والمتعلمين. شكرا لنا على هذا اليوم الجميل اليوم يعني بالفعل اليوم يوم الحصاد. اليوم سعيد جدا للتتويج اللي كتقوم به ولايه جهه الدار البيضاء سطات للتلميذات والتلاميذ المتفوقين العشر الاوائل في امتحانات البكالوريا، وهذا يعني واحد الفرح كبير اليوم للنساء ورجال التعليم، لانه من خلال الاحتفاء ببناتنا وأبنائنا تلميذات وتلاميذ المتفوقين فسيد الوالي مشكور بالفعل يعني دأبات الولاية على تنظيم هذا الحفل. هذا شيء يسعد ويفرح الأكاديمية ويفرح نساء ورجال التعليم، لأن ملي كنحتفيو بالتلميذات ديالهم بالمنتوج ديال 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 سنة ديال ديال العطاء وديال الكد والاجتهاد، فهو تكريم وشكر لكل نساء ورجال التعليم. وبدوري كنغتنم هذه الفرصه باش نوه بالعمل ديال الاستاذات والاساتذه وكل المسؤولين في قطاع التربيه الوطنيه، يعني كل تخصصاتهم على العمل ديالهم. وحنا كنعرفوا يعني محطات صعبه دازت ديال كوفيد 19، وكان لابد يعني من الاشتغال في اطار مشروع تربوي مندمج في اطار مقاربه تشاركيه مع كل الشركاء، سواء المجالس المنتخبه، سواء جمعيه المجتمع المدني، القطاع الخاص، جمعيه الاباء وامهات التلميذات والتلاميذ، من اجل دعم التلميذات والتلاميذ، من اجل تقديم الدعم التربوي، من اجل يعني تخطي كل الإكراهات اللي كانت متعلقة بالتعثرات ديال التلميذات والتلاميذ. اليوم احنا جد سعداء، والشكر كل الشكر للسيد الوالي على هذه المبادرة الجميلة اللي كيقوم بها لفائدة النساء ورجال التعليم والحفظ التفوق الدراسي والحفظ التميز داخل المؤسسات التعليمية في جهات الدار البيضاء سطات. واليوم عندنا من ضمن 10 ديال الأوائل على الصعيد الوطني 5 ديال التلميذات والتلاميذ من جهة الدار البيضاء سطات اللي تميزوا، يعني اللي حصدوا أعلى الرتب، علما أن أول معدل وطني حصل عليه تلميذ من مديرية عين الشق بأكاديمية الجهوية الدار البيضاء سطات ب 1944، وهذا شيء جميل يعني كنفتخروا به، كنفتخروا ببنات وأبناء هذه الجهة العزيزة. وكل الشكر يعني لكل شركاء الأكاديمية من 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 كل مشارفهم، يعني سواء وسائل الإعلام، سواء المجتمع المدني، القطاع الخاص كما ذكرت، المجالس المنتخبة، يعني في واحد المقاربة جميلة كنشتغلوا مع كل شركاء. كنشعروا بأنه الأكاديمية ليست لوحدها، المؤسسات التعليمية ليست لوحدها، الكل يعني يقدم يد المساعدة من أجل الرقي بجودة التعلمات. اسمي ياسر جديل، حاصل على المعدل في منطقة العين السباحي المحمدي اللي هو 19-29، والذي كنعتبره بحد ذاته إنجاز. وكنشكر جميع الطاقم التقني والعائلة ديالي ومجموعة المدارس الإسكندر اللي سهرات على هذا الإنجاز هذا، سواء من ناحية التدريس ولا من ناحية النفسية. وهذا المجهود هذا ما هو إلا نتاج لتضافر مجموعة من المجهودات لكل من الطاقم التقني وجميع الصاهرين على هذه النقطة هذه. وكلمة أخيرة، كنبغي نوجه الشكر لجميع الأصدقاء ديالي وجميع الفاعلين وعلى هذه البادرة الطيبة اللي حيال لنا السيد الوالي، وشكرا. كيفاش كانوا لي بريباراسيون؟ كيفاش صعاب، ساهلين، عادي؟
صراحة حتى حاجة ما كتجي بالسهل، كل شيء اللي بغيتي توصل شي منتوج بغيتي تحصد كما كنقولوا من جد وجد ومن زرع حصد ومن سال على الدرب وصل، فمالي مالي مطالبي بالتمني إنما تأخذ الدنيا غلاب. أي واحد كيبغي يوصل شي 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 مستوى ضروري خصو يخدم عليه وخصو يضحي بشحال من حاجة ويحاول يركز ويتفوكس عليه بزاف، والحمد لله هادشي اللي كان واستطعنا أننا نحصلوا على هادشي. نعود سميتي أمان نور الهادي، حصلت على المرتبة الثالثة وطنيا في امتحانات البكالوريا وكذلك رتبة الثانية على صعيد جهة الدار البيضاء سطات بمعدل 19.38. هذا الإنجاز أولا بتوفيق الله عز وجل بفضل الدعم ديال الوالدية العائلة ديالي الأساتذة ديالي وجميع أطر ثانوية التأهيلية الرازي بسطات اللي كنت قدم لهم بخالص الشكر والتقدير. بالنسبة للطرق أو الأمور اللي خلتني نحقق هذه النتيجة، فكنظن أنني غادي ندوي بنمطية إلى كل التفاصيل لأن جميع اللي سبقوني في هذا الاستحقاق وحقوا نفس النتيجة فهم وجدوا بنفس الطريقة اللي كنت نحاصر في التوكل على الله عز وجل، التنظيم والخدمة بمنهجية وليس بعشوائية، الاهتمام بعوامل الوقت، التدرب على امتحانات سابقة، وهذا الشيء اللي كاين كنظن. والدي أكيد والدي غادي يقدموا لي الدعم باش يوفروا لك الجو الملائم للدراسة، هذا ماشي أمر سهل وهما اللي لهم فضل كبير في تحقيق نتائج مشرفة في البكالوريا. بالنسبة ل واللي الاستدراكي الناس اللي غير مستدركين كنبغي نقول لهم عمركم تفقدوا كنبغي نقول للمستدركين كنبغي نقول للمستدركين ما تفقدوش الامل، الباك ماشي هو النهايه، وهذا الاستدراكيه راك تقدر دير نتائج اللي مبهره وانك ما توقعتيهاش الا درتي جهد كافي والا استفدتي من الاخطاء السابقه، لان هذا هو الامر المهم. أكيد الباك محطة مهمة ولكن ليس هو العامل الحاسم في المستقبل ديالك.